فثمن الجهل فادح جدا. ربما إلى وقت قريب أيها الإخوة لم نكن ندرك أن الجهل له أثمان فادحة جدا. كنا نظن أن الفكر والعلم والفهم أيها الإخوة والتقصي الموضوع والموضوعي لحقائق والبحث عن مكامن وجذور الأشياء كما أشرت آنفا للتو نوع من الترف لا نحتاج إليه. فإذا بنا نكتشف أن هذا الجهل الذي ران علينا يكلفنا أكلافا وأثمانا باهظة جدا، ليس أقلها الحيوات المهدرة، أنهار الدماء الفوارة، استقرار البلاد الذي يذوب أيها الإخوة ويتلاشى ويتزعزع، تفرق هذه الأمة، تمزق هذه الأمة، وربما أهم من هذا كله المصير العاصف الذي ينتظر الدين، الذي ينتظر مستقبل الدين، المصير العاصف، وهو مصير عاصف بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. من شاء أن يرى هذا أيها الإخوة رآه، ومن لم يشاء أن يراه فهذا سيزيد في الطنبور نغمة كما يقال، وفي الشطرنج بغلا، هذا سيزيدنا بهذا التعامي، بهذا الإصرار الغبي، سيزيدنا خبالا على خبال وعنة على عنة. اليوم أستمع إلى شيخ فاضل قبل أن آتيكم يتحدث عن نصرة الله لعباده وأن النصر آت لا محالة. شيء عجيب، هذا الشيخ الفاضل لا يزال يمارس منطق الهروب، منطق القفز إلى الأمام، الهروب إلى المستقبل، وهو لا يدري أن المستقبل عدمي. إذا استمرت الحالة كما هي الآن المستقبل عدمي، المستقبل ملعون، المستقبل ليس غويا واحدا، غيلان أفواهها فاغرة تأتي على البقية الباقية من أجمل ما في حياتنا، تأتي على البقية الباقية مما هو جميل وطيب وحقيق في حياتنا. لماذا تهرب إلى المستقبل؟ أيها الإخوة، لا يزال هذا الشيخ وأمثاله مستقطباً، لدينا قطبان، لدينا معسكران رئيسان هما سبب أيضاً في الكارثة، أو تجل من تجليات الكارثة التي نعيشها. معسكر، وهذا هو يعني المعسكر الحقيق بمزيد من الملامة، بمزيد من الإدانة والتجريم، لأنه معسكر جريمة، يرى نفسه أيها الإخوة حفيظاً على دين الله، حفيظاً على دين الله. قبل شهور يسيرة ربما حدثتكم عن أن القرآن العظيم إذا استقريناه بدقة وبوعي، بوعي غير مصبوب في قالب، الوعي المصبوب في قالب يعمى عن ملاحظة هذه الحقيقة القرآنية السافرة، وهي سافرة جداً. إذا استقرينا القرآن الكريم خرجنا بنتيجة صادمة، لأنها غير مأنوسة كما قلت لكم، لا تنتجي في القالب، وهي أن مهمة حفظ الدين غير موكولة إلى أحد من البشر ولا حتى الأنبياء، لست عليهم بحفيظ. مهمة حراسة الدين لا يقوم بها أحد، أما حراسة التدين الفعلي، ترجمة الدين الإلهي المعصوم المقدس المحفوظ إلى واقع عملي معيش، يقوم بها كل بنفسه بعيداً عن كل صور الإكراهات والإلجاءات. تصلي بالقوة، تصوم بالقوة، تتحجبين بالقوة، كلام فارغ، هذا ليس ديناً، هذا نفاق، هذا دجل، هذا تجيش، هذه أيديولوجيا. الدين ليس كذلك، الدين ليس أيديولوجيا ماركسية أو فاشية أو نزيهة، لا يمكن، ويراهن على المجموعة، على الكثرة، على تجيش الناس، بطبيعته ليس كذلك. تحب أن تجيش الناس، لديك إرادة هيمنة، لديك أفكار سلطوية، افعل هذا لا بأس، وأنت معرض للنجاح كما للفشل أيضاً، وربما بأقدار غير متساوية، ولكن بعيداً من الدين، افعل هذا باسم أي شيء آخر ليس باسم الدين. الكارثة أن هذا يفعل باسم الدين طبعاً، والطريق الأقصر لفعله في أمة فقدت وعيها وغيبت بأميتها، أمية الخط وأمية الثقافة، انتبهوا، حتى الذين يكتبون معظم هذه الأمة لا يقرأ ولا يفقه، لا يقرأ ولا يفقه، ولذلك الطريق الأقصر للتعب أو التجييش لصنع قطعان معسكرات من قطعان البشرية أيها الإخوة الخطاب الديني، الخطاب الديني